السلام عليكم شيخ عثمان. وعليكم السلام ابني مدحت، أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك يا فاتح. أهلا فيك شيخ. خير إن شاء الله. بدي أرجع أحكي مرة تانية مع البنت الغريبة. لشو العجلة؟ كل ما بتشوفك البنت بتصير تبكي بلا هلا. هذا وأخوه المجنون طاهر بيتصلوا فيني 5 مرات باليوم، ما عم يتركوني بحالي، راسهم يابس، بدهم يعرفوا زوجها للمخلوقة. إيه يلا شرفوا، تفضلوا لجوا. شيخ عثمان حضرتك اجيت؟ ايه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي طير الغربة، صار فينا نحكي شوي اليوم ما هيك؟ انتي منيحة؟ ايه إن شاء الله على طول. ما تواخذيني زعجتك، بس مبارح اجيت وما لقيتك. رحت أنا ونفس على المدرسة. إيه فهمت. اسمعيني يا أختي، عنا بالمديرية ما أجانا ولا بلاغ عن مرة ضايعة بهي المنطقة أبداً. بالعادة زوجك ما بيدور عليكي؟ ما بعرف. طيب شو اسم زوجك؟ بنتي إذا خايفة من هداك الواطي زوجك فما تخافي، نحن منحميكي منه. أنت شو مخبية؟ بس بدي أفهم. ليكي أنت انضربتي وهالشي ما له سهل أبداً، بس إذا ما حكيتينا اللي صار تتعاملي معاملة المشبوهين. شو هالحكي هادي يا ابني مدحت؟ لا تخوف لي البنت بهذا الأسلوب، ضيفة الله هاي ولازم نحترم رغبتها. الحق معك شيخي، مرة تانية ما تواخذينا، مهنتي هيك شو بدي أعمل؟ لو سمحتي شربيني كاسة مي وبعدها دغري مناكل. إمتى ما حبيتي نحكي بعتي وراي. يسلموا إيديكي. يسلموا، شكراً على الميات. أعطيني بدي أشرب. أنا بجيب لك. ما بدي عزبك، بجيب لحالي. أخي أنا برا، يلا عن إذنك شيخ عثمان. مع السلامة يا ابني. يلا بخاطركم. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.